حبابكن كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، ان شاء الله يعود عليكم ويلقاكم تامين ولامين، لا فاقدين ولا مفقودين. جيناكم الليلة في فنجان قهوة جديد بطعم مختلف اكيد، لكن قبل ما نشرب القهوة وقبل ما ارحب بالبشرة واحمد ضد الصديق، امشي معاكم نمة ونجيكم راجعين كلنا حبابكم. أبشر والله، كثر خيرك، أبشر والله. مشاهدين هيك ان شاء الله انتم طيبين ومسيتوا كيف ان شاء الله جداد. شكرا ناس النمه نمه كهربا نضال اي مقعده نمه والله يا سيده شبعانه ابري تب. طيب شبعانه ابري اي بعد الفطور شبعانه ابري اي رويان تريان ما زمان بيقولوا شبعان ما بيقولوا شبعان زمان لنا زمان نعم سامح حباب احمد صديق. طيب الحلقه مفارقات كيف زمان مفارقات ما شاء الله زمان والليله الليله وزمان. قال حليل زمنا عليه ابواتنا الكبار بتحد زمن ليسروج فوق ظهر الكلوس بتشد زمن الناس تريد ترد للمويه قاصد العد زمن كان سواجه العنقريب بالقد يا سلام زمن الناس سواعده للجبل بتهد زمن بالحيطه للجال اللكل بمد زمن ملحاتنا لعين الشمس بتسد زمن لملاحنا لملاحه فوق نار البعر بتشد نضال زمان الحياة بسيطة الكلام الحسب أقول لك شو ده كل معناه الحياة بسيطة بسيطة يعني وميت العدي جركانتين ممكن يدن البيت يوم كامل يعني يوم كامل ما بعرفه بسوبين شنو المهم جركانتين بيقضنهم النار نار البعر دي الله يكرم المشاهدين ما فيها تكلفة طبعا تمشي تلملم وكذا بيجيبوا معاه غش 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 اسمه شنو؟ معاه غش غش حطب صوار يعني غش غش قوش قوش هاي. انا بسقفها واسوي قوش قوش ما شاء الله بالقديم انت ما بتستغرق الا في قوش قوش هاي. انا بتكلم بالجديد طايره عليك بالجديد انت بالجديد سامحها يعني الفزع بيفزعوا بيفزعوا ليه ذاته الويقود ده بيفزعوا ليه وفزع يعني مصاريف اليوم كلها ما بتساوي لها والله وجبه فطور الليله هاي. وليه سالة في البنزين وارتفاعه ده نعم لا 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 ولا الغاز زمان الناس قلوبها على بعض مطامنه وسي الليلة بنشوف العوج قدامنا إن تكلمنا ما في واحد بيرضى كلامنا يقول لك يا أخي خلينا نعيش أيامنا نعم. زمان الناس نفوسها مع بعض متصافية قدر ما تفتشن ما في القلوب الجافية نعم. ساعة الفزعة ديل بالفوق كراع حافية معاهم تلقى راحة البال وطعم العافية نعم. الناس الزمان يعني خلينا نقول أنا والتزير مطارحة كدي زمان هسي هسي زمان زمان النفاج النفاج الدريب المالق على الجيران اي يا سلام انت قول هسي اقول هسه اقول لا زمان شنو زمان كلام ساي البشرة ما تقول شعير أها. حاجه من حاجات زمان النفاج زمان الكوكار اوريك الزمان كيف وات ذا مين اوف كوكار كوكار ذات مين حوش حق حطب والله يا والله كان احكي لك قاعد اصدق اتصل علي قال لي احنا متغلطين في الكوكار
عيد ميلادك فيها كوكار وفيها هتش كتير نلعب كده. ملك فيها المصايب. فقلت له والله يا اخي كريت اتغلبت وقلت شنو واحد غايته مشى كويس قال لي الزريبه حقت البهايم. هاي قلت له والله يا اخي انت قربت يعني. التاني قال لي الكوكار ده اللي بيسووه راس العريس. لا حول الضريره. سامح انا جبت لك الكوكب. اي الكوكب. الكوكب الكوكار انا اشتغل بالكافات دي وامتكش وانبقبق وانبارد وامشي عيفه انك اكلها. رح 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 في الموضوع خلي. ما لقيت لك حاجه. زمانك بيشحدوا الابره ومعاها الخيط وعادي بيشحل البصل الملح والزيت. عادي بتلقى ضيفان عاقبوك في البيت ومرتك هي تضيف ان بقيت ما جيت. يا سلام. نضال في حاجه كده غريبه خلاص. هاي. يعني الليله كان جات بيربطوك بس بيقولوا جنه. يعني عادي ادينا منكم قرفه بصله، قرفه هي اصلا دايره لنا بصله ما اكنا. لكن عشان تطمئني يعني الموضوع ما خطير. قرفه بصله ادينا منكم شطيطه. حته شطه. النار دي النار دي. ادونا منكم النار. وغد ما تلقى. وفي نوع اللي بيقطع يقولوا سامحة هذه دار الا كان تسويه ما تجي تسوي في بيتنا. شحدته قبل شويه شحدته البصل. ثاني رفعت راسها قالت لهم والله جيت الزيت كمل ادوني زيت ادوها الزيت. ما عندكم لكم شمار ادوها الشمار. معليش عدس ما عندكم ولا حين ما تم. فواحده من الناس البيت ديل تلقاها تقول لسه عندك عن جاه سويته هنا ما والله. والله عادي. لكن هي والله ما قصرت عندها الملح والنار. المواد كلها من هنا. المواد كلها من هنا. كنا حد امي فاطمه وامي امنه وعشاء من سحاره ام العول بلح نتعشى. نعم. ما في قلوبنا حاشا غبينا ما منفشه هسع كل واحد للمعايش طشا. نعم. شوف هالبشرى. عاد والله بكل امانه الزمن انبدل سرق السنين وامانه الجري للمعايش وللتباهي عمانه من لمه حبايبنا وجنانا حمانه. نعم. يعني زمان في لمه الشاي شاي اللبن ده الناس ما بتقول لي الضحى ده نايم وده ما صحى وده مرق المدرسه وده ما بعرف شنو عنده لمه الشاي الساعه يمكن قبل ما الشمس دي ذاتها توري وشها للناس. نعم. بتلقى الناس يتلملموا وشربوا الشاي ويتفرقوا. والجبنة. لمة الشاي براها، لمة القهوة براها ليها طعمها، لمة الناس دي بتلقى في قضايا حارة بتناقش فيها. نعم. السبب عدم اللمة ده خلى أي زول شايل وجعته وبايظ عليه صفحته. نظام الشافعي ذاته هسه ما شغال به الشاي كثير يعني. ما زمان شوف بعدين يحوشوا لك القانون ده كدي ياما الناس دي تحرقهم في الفجيج. بشرى عليك اللي حصل طنطنطه في الكوبايه اللي ادوك لها ثلاث اربع. انا اصلا انا مسميني فطور. انا بريد الفطور النصيحه دي. ما زوجت بعدين اي لا يوم الليله ما بريد بالحيكه دي لكن كوبايه تامه دي لابد منها. زمان مرات كده بيكون الدرت ولا في عقاب الصيف كده اللبن ما ياهو فبقوموا بنقصوكم الكبيبيه. في كوبايه طبعا ما حقت القذافه، كوبايه حقت الطبيخ ديك عشان انت تشوفها بيكسروه. ذلت زمان. ما ها قلت زمان شنو ذهب شوفي تشوفها عشان بيكسروا الكبابي والعده ذاتها كانت في ندره يعني. لو لاحظت هسه مثلا لو في مثلا صحن وقع الشباب بيكون الموضوع انه عادي صحن وقع تلا لا انكسر. لكن تلقي الناس الكبار ها بالخمر لانه العده ذاتها كانت نادره كده مع الترابيزه كده فوقها صحنين وفوق جرد الماكل وجنبها قدح وكده يعني ندرة العفش ده بتخلي البيت يتأثر بها قال الكوباية بتأثر على البيت. والله البشرة الحريم ديل ما لا زمان لا هسي العدة دي المرأة بقت عدتها شفتها بالكراتين ان وقع صحن بتلقاها قامت جارية. اي والله التحية لكل امهاتنا وكل اخواتنا اللي بيشاهدوا قهوتنا. هالبشرة غني زمان كان الكبير في الحلة بيملى الخانة وينهر يجلد الشاف عن بقيت غلطانه وحاط اسم الله هسا يكشطهم بريحانه كان ما فلقوه يدخلوا الزنزانه. نضال زمان عادي يدقونا يعني انت في كذي زاكي لايك زول والله يقول الشغل يا ولد ارجع مالك حافيات يدقك شفت دق لا ما تتكيف لكن تمشي عارف ولا يقولوا لك الدقاك من تجي تتنخي والله يا من ترقد انت الغبينه خانقاك لكن ما في زول بيقول لها الدقاك منه والله الليله. زمان كان اللبن ما بيعوا بين الارطال وهسي يرد ابوه عشان نقص له ريال والعيش في المطامير بالقدح ما قالوا هسه الحله جت ما بكملوا الشوال. والله يا انضال ليهن التحيه ناس زمان دي والله ما شاء الله بياكلوا النصيحه نسحروا ولا بياكلوا ولا هسه الناس
اعتمد عليه الطماطيق دي صحيح، يعني الرقيق بيجاي وما بعرفه سليطه بيجاي، هات اشياء كثير ده. لكن زمان القدح ده كنت تخطوه كده قدام الرجال دي بيرصوه برصوه ما شاء الله. زمان كنا نص الحوش نسو نفاج وسي نعلي من حوش جارنا ساك فوجاج، بنرفع في بعض ما نخلي زول محتاج، وسي يفوتك يكتح بقفاه عجاج. نعم زمان زي ما قبل قلنا النفاج بيكون بين الجيران والجيران، هنا الجيران ساي بيكونوا ده عمك ولا اخوك ولا مثلا قول اختك حبوبتك. هسي بيجينا بنتباهى بانه جاري ما يكون على علي، لازم انا حيطي تكون على من جاري. غير كده انا سايق عربيه لقيت ناس واقفين، زمان والله ان بقيت شفتها سايق كارو بتدف ستب. اي هسي عديت اي سايق عربيتك جزا الناس الواقفين ديل الغبار بس والكتاح. لا ما بيشتغل بون الشغل يديهم العافيه. اجا جلساتك نضال كده خلينا نطغب الناس ديل ونعيشهم ب غنيه. لا ما غنيه. دارين غنيه. دارين غنية هسا؟ هاي خلاص بعد طوال نديهم فاصل إعلاني يا إمام.
أبشر. زمان كنا في راكوبة نقضي الشورة. نعم. والوردة تعصر بجبة المستورة. يا سلام. نغطي قدحنا بالهينات وعرس الكورة كرارة وسمن حبة دقيق في كورة. ديل بتشيلي من من أي زول؟ أي من جيران. أي من أي زول بتشيل حياتك دي؟ بتمرق به نساي ما بتخجل. هسي بقى صينية ما فيها يعني سبعة ثمانية أصناف ما بتقدر تمرق بها صينية. إذا هذا ما في صينية زي ما ده في عمدان. أي. أعمدة. أنت اللي بشيل حاجات عشان يسوي ملاح ده ما كويس. قول بشيله جاهز وجبة جاهزة ديليفري بس من الجيران. كسرة قال لك هذه كسرة وملاح. الاثنين. كسرة وملاح الاثنين. زي ديليفري كذي. الاثنين والله البشرة انا اعترف بحاجه انا بحيي ناس حلتنا كت عليهم انا الليل ليله لما نمشي الحله بدوق ملاح ده وملاح ده بدور ايش حال الملاح والكسره والله يكون ضايع حتى كان انا بدور اكل ناس برا يعني بحس ذات الحاجه بحس فيها حميميه كده لما تمشي تشيل لك من ذول حاجه الناس بتكون يعني نفوسها طيبه مع بعض ما بتحس بانك انت علمين احد صديقه حافظه حنيفه ضيحه طبعا يا طالب بتقول قالوا كنتوا ملاح سبحان الله في حاجه غريبه كده ما اعرف الهدف منها شنو يدوك ملاح بيدوروك ما راح تتكسيره كده صيده صغيره كده انت في الشارع بتاكلها اصبر الشارع انا واحده من الحياه المواقف الطريفه زي ما قلت لك انا بحب عندنا بالذات يعني الناس القراب لينا هم كلهم عماتنا يعني فعندي واحده بشيل منها الكسره وعندي واحده بشيل منها الرايب بالصباح سابت يعني كل ما امشي كل مجهز الليل الشحله ف عندنا عرس وفي ضيف من برا الحله قال جاي يسلم على الله فلقى الشافع شايل الحاجات وجاي من الجيران تعال يا زول بيتنا اصلي ضال وينه الشافع المسلط قاعد مع الروب قال لي والله يا هدى ودين ذات الشحله اني ضال ماشي بدي قال لي ليش الضال ما لبتش حدا لك وصوك قاعد مع الروب بس جاي ده يزوك جايك وين هاكل بتقول ما يشوف كورة روب يتبعها طيب قال مرضنا بسيط ولا بندمونا بين الحقان حبوب الكينة كان بتعالج المرضان أكله طبيعي بين اللبن الليبل والدان يمرض كيف ويوم ما ضاق رقد جيعان نضال الناس كانوا معافيين تبارك الله يعني حبوب الكينة دي شني؟ الكينين الواحدة كلوروكين قصدك حبة الملاريا دي أي. زمان ما في وحاط الله البشرة العرديب والموليتا لا كان في كينة مرة كده مشبوقة في والله ده قريب أزور الكلام ده قريب والله هذا والله ودى الفكي حمد داك ودى الفكي حمد الكبير قال حبوب الكينة دي جابه في الخرطوم لكن ما في الحلال في الحلال حبوب يا أخي بيوت كده مشبوقات في النص مرات مرارة لا ما يلصقوك فيه انكسرة كدي عاد انا ماني قدرك مصدقات مصدقات سمع عبدنا الله انا دار اجي للقهوة ذاتها نعم كانت لما القهوة اللي بتعدي راسنا تشت بتشيلنا ما ناس دول ودولك ناسنا نعم بنهج كالرياح يوم الضرب في نحاسنا والموت ما بنهابه ندوسه كان ما داسنا نعم زمان في قصة القهوة دي والله يا بشرى انا قريبات دي يمكن قبل خمسة ستة سنة بمشي الحلة بكون شاقة الحلة ساي مثلا ماشي لي ورا عماتنا وعمامنا لون التحية بس القلوة دي وين ما شميتها بباري دريبة بمشي بشرب قهوتي تب وبتب مشواري وبجي راجعة الحاجة دي ما أنا برايرة أي زول في الحلة بشمل قلوة متقرف بيمشي بشربها وين ما كانت بشربها وبيجي مارق فهسي بقت البيوت مقفلة وغيلة في ناس سووا الجرس ذات الجرس ده في الحلال دخل الحيشان هي مسكت والله هسه تطوروا شويه بدق تليفون اخواننا ما قريت لكم اي والله جبرتنا بكريه هلا جاي عليك ما شاء الله اتطور والله ما مطورين انت قال الكاش كان بسيط فوق الغرد ما بحوق هسه بالرزم بس للاسف ما بحوق اي والله زمان اندار له طوريه وحبل واسوق الا يبيع عتود وعشان يدخل السوق الا يبيع عتود عشان يدخل السوق زمان الناس كان الكاش ده الفي الجيب ده بسيط يعني نادر تلقى دول عنده الرزم دي شايله في جوب النهار كله ولا خاتها تحت الملابس في الدولاب ما في كلام زي ده يعني زمان الا سيد الدكان سيد الفلان سيد ياهو السبابي اللي عنده كاش لكن باقي النادر بس عند الحوجه عند اللزوم بس عند اللزوم ايوه انا جايه لساعه الحوجه دي حليل زمن المحنه وقعده الراكوبه
والقهوة المدنكة لجم سرير حبوبة. زمنها للي بتبوا عجالة للمنكوبة بخفة وشجاعة بهوش ساعة الحوبة. نعم هسي فيه والله الشجاعة فيه وال 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 والكرم فيه وال الحياة السمحة الصفات السمحة فينا لا زالت، لكن دار لها لكزة. هاي هاي زمان كان العرس دلوقته 20 يوم وين ما تم طق الـ40 ما بقوم. هسي يعقدوا طب ويعوسوا الحروم وراجين العريس يا هسه في الخرطوم. رمضان كان صعب ما بصوموا الا لزوم، عطش وسخان لا من عطنوا الهدوم. ابرو مويتوا من الزير وبرضو نصوم هسه مكيفات واليوم بكملوا نوم. رمضان كان صعب شويه انظار، او حابيجي في صيف بيجي في حر وفيجي في سخانه غريبه خلاص. الناس ما عندها الامكانيه اللي بتغاوم بها الحرة دي، عرفت السموم القهبون الهناي يعني يترشرشوا بين الهدام يترشرشوا بين الموية اقصد ليك يضغطوا. وفي النهاية وقت يمرقوا المغرب يا هو كولا مقعر مكتوب فيها رمضان كريم فيها موية ابري من الزير ده، ده كان ما من الجركانة ها فوق 6 بلحات به فوق يطفح ويقلع وقدح واحد ها فيه عصيدة بس بين الحروب ولا بيت قليل ثاني ما في زيادة لوبة اللوبيا فيها ايه وفي لبلية الفريق. كلنا نحن جاهلين المصيبة جاتنا بل بنسوي هذا اللوم شبر ما فاتنا. ضلينا الطريق فكينا درب ابواتنا وبرينا التكنولوجيا وغيرت عاداتنا. نعم. الزول الاصيل ما بغيرين عاداته ما بيتخلى عن شيء ما الجدود والفاتو. نعم. بخاف من كلمة التاريخ ولوم اخواته بيظهر صبره شقيش المصايب جاته. الله يعني نحن دارين الزول يكون لزام تقايل ويكون سيد حارة ويكون زولا يعني قاطع تب. نعم. دارين الحريم ذاتي يكون متكاتفات ومتآلفات وسمحات زي 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 أمهاتنا الزمان وحبوباتنا الزمان. أنا دي وصيتي لكل الناس اللي بيشاهدونا الليلة، عاداتنا الزمان فيها حاجات كثيرة جدا سمحة. إحنا قصدنا إنه ما ناخد العادات السالبة لأنه سبق وناقشناها في موسم من المواسم اللي فاتت في قهوتنا. كلامنا ليه ناظنه كمل، أنا غايته كلامي كمل. نعم. قول. قال يوم دارا أجيب لي خليتني سوا. يوم سارح معوز ويوم دريفين وارد. يوم بدلة وكريفتة ومبختر ومارد. يوم بيتزا وكلاوي وسكريم مبارد. يوم باقي مشعيفة وموس مسيخ ومبارد. قال بدويتا أصيلة مبطرة ومملوكة. يات من يندهوها بيقول لها المبروكة. نضارة طبيعي ما طبقت كريم في بوكا بموت الوضو وفضلة مسيحة الدوكا. يا سلام. ندخلنا جاي النسوان ديل نهبشن شوية. الدوكا. يعني زمان النسوان ديل بس بالبشرة الله داهن يلا الله دي معترفات تب. يعني عادي مثلا بعد ما تب عاست في دوكتها دي باقي الدهن داك تمسحها تب. الدوكا ما فيها دهن معلش. لا فيها زيت. طايوب. مسحة. طايوق. لا برضه في مسحه بيجي طايوق ما في الطايوق ده بيجي في السنه مره فلحته لكن في زيت بيكون فيها مسحه ولا ما في؟ اها قال في عشان بيعوز في مسحه كده من الصباح والموضوع انتهى يعني يعني ما بتعود التعب الخالص ده. شكرا التحيه والاحترام وكثر خيركم وبارك الله فيكم لما نتلاقى في حلقه جديده ان شاء الله.